إلى أبو ظبي وصل الرئيس عبد رب منصور هادي بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في العاصمة المؤقتة عدن، زيارة عنوانها المشاركة في مؤتمر حماية التراث الثقافي الذي تستضيفه أبو ظبي. وعلى هامشها سيبحث الرئيس آخر محطات الموقف الإماراتي الداعم للشرعية وتحسس متانته في مواجهة الضغوط الدولية على التحالف والحكومة معا. لم تخف الحفاوة التي خصت بها القيادة الإماراتية الرئيس هادي والطاقم الحكومي، فقد بدا ذلك جزءا من رغبة أبو ظبي المعلنة في إذابة التوجس والشكوك التي طفت على سطح الأحداث خلال عامين من عملية التحالف العربي في اليمن. صرامة المواقف الأخيرة للرئيس وحكومته في مواجهة المقترحات الدولية المكافئة للإنقلابيين لا تكفي، فثمة ما يدعو لحشد المزيد من المواقف الداعمة وتمتين حواجز الصد لأي ضغوط محتملة. تشير هذه التحركات على أن تخوفات كثيرة وخواطر سلبية يحملها سلوك المجتمع الدولي تجاه الإجراءات الأحادية التي اتخذها الإنقلابيون بتشكيل حكومة خاصة بهم في صنعاء. وإن اقتصر الاعتراف الدولي حتى الآن على شرعية الرئيس وحكومته، ولم تجد حكومة الإنقلابيين خلال اليومين التاليين من تشكيلها أي اعتراف أو تأييد حتى من حليفتهم إيران، لكن ذلك لا يبعث على الإطمئنان من تقلبات مزاج المجتمع الدولي وفقا لعقيدة المصلحة التي تحكمه. فعلى الجبهة المقابلة يواصل الإنقلابيون مساعيهم للبحث عن داعم جديد في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم مع صعود الرئيس الأمريكي الجديد، حيث أنهى وفد من ميليشيا الحوثي زيارته لدولة الصين الشعبية استمرت عدة أيام. لم تتضح طبيعة الزيارة الغامضة للحوثيين، لكنها جاءت قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني محمد ظريف إلى بكين، وهو ما يؤكد وفق مراقبين أن تحرك الحوثيين جاء بإيعاز من طهران ذاتها. يحاول الحوثيون انتزاع بعض الاعتراف لإجراءاتهم الأخيرة التي اعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عرقلة لمساعي السلام، ويبحثون عن قنوات إنقاذ للدعم بالسلاح في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه التحالف العربي وانحسار الأرض من تحت أقدامهم، خاصة وأن الصين أكبر مصدري السلاح في العالم. ما الذي سيستجد عقب هذه الزيارات إذن؟ وإلى أين تمضي عجلة الحرب وقطار السلام المتعثر في بلد تنهشه الحرب وتتجاذبه أطراف كثيرة؟ على ذلك يطفئ صوت المدفع ويفتح الباب أمام سلام طال غيابه وتعقدت مساراته كثيراً.